ده القصة اهو. استاذ محمد كشفت على البيض، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. اهو البيض بتاعه يوم 22 ويوم 24، تمام، اللي حصويتين مخصبين ان شاء الله اهو القص. تمام، لو كده اقرب القص التاني ده محص يوم 27 ويوم 29 اللي هو امبارح يعني اهو. طبعا البيض بتاعه لسه ما ظهرش لان امبارح نحسب له من امبارح، بس البيضه التانية هو النهارده 31 يعني بقى لها يومين مثلا، نحسب له كده البيض ده بقى له يومين، يبقى 29 ل 31 يبقى بقى له بالظبط 48 ساعه. طبعا لسه ما يبانش على طول كده، لو حبيت تستنى ده لما نكشف عليه مفيش مشاكل.